ابدا الماتش دار واحد كوره زوينه صراحه، شن كيفاش مفشحش لي اللعب، سرغيت لاحظتوني مفشحش لي اللعب، يعني وصلت لي شق طيح المدن وعطى كوره لي من اليسر، يعني كيحرد تشيرين صراحه شن فعيا ناقص، عم تعوش عليه طاك لي الكوره ولا يتليح لي ضربه براسه في السماء، فهمشي باش يطلب كوره، يعني ما كيتخباش كي اللاعب اللي كيتخباو من الكوره، يعني ما كي يعني باغي يخرج اقل الاذرع، يعني كل ما شد كوره كل ما كيكون الضغط عليه، بالعكس انا كنحس بالدراوي كيخرج يقلب على كوره باغي يشد كوره بزاف باغي يبين لك على انه لاعب، البارح حتى قريبا ما ضاعش لي كوره مجلومه ما ضاعش كاع، عاوتاني وسط ثلاثه ديال اللعابه غادي يخرج بكور اش بارك الله باي شحره تيريل البارح ماشي البارح ديما انا في الماتشات ديالو ديما انا نتمنى انا بغيت تذكر الدراوي يبقى لانني اكثر لاعب كيجيني كيتقاتل مع الوداد وكيدير اللي عليه وداك الشيء اللي مطلوب منه كيديرو وهذه راه متعاقين عليها كاملين اللي هي زكريا الدراوي، يعني لاعب لي نفس النيفو جميع المباريات ما كيختارش الماتشات كيدخل كيدير اللي عليه راه هو زكريا الدراوي، كاين شي باجات خرجوا لينا هاد الايام هادي باغيين زكريا الدراوي يمشي علاش الله اعلم، احشاش كوره ما ماشياش معنا في هاد الماتشات هادو كاين مشاكل اداريه وتغيير المدربين وما كاينش لعابه الهجوم اللي غاديين يحلوا لك هاد المشاكل لانه كلشي كيتلام، كاين شي لعاب انا راه شوف كاينين شي لعاب اللي باينين خاصهم يمشيو وكاين اللاعب اللي خاص يبقى، راه اكبر خطا يديروا المكتب دابا هو يبدا يصيفط بزاف د اللاعبين غباش يتسمى راه خدام، الوداد راه كاين واحد 14 لاعب بعدا خاصو يبقاو ودعمهم بلعابه سوبر خصوصا في مركز الهجوم، يعني المشكل ديال الوداد هاد العامين الاخرى هي في الهجوم لا من ناحيه الاجنحه لا من ناحيه راس حربه، دونك زكريا الدراوي من اللاعب اللي خاصهم يبقاو من اللاعب اللي كنفضل انا تجيب شي 8 اللي بحال الكرشي بحال رضا الجعدي اللي في نفس الوقت كيلعبوا حتى 10 وهو تخلي الدوزيام محطه مازال كتشي رابح بغيتي تضمن النتيجه عيالك 8 تقدر تدخل ويسد لك اللعبه تقاتل معاك، هنايا المدرب غيكون ربح لعاب ديك الساعه الشوط الثاني يلعب مرشاه يعني تدخل دراوي يسد لك اللعب تقدر تدخلو كاكاسور تقدر تدخلو، انا كنفضل ان دراوي هو اللي يلعب كاكاسور لانه حاليا السرغاش دفاعيا ناقص، انا متعافق معكم السرغاش كويري وكيلعب برجليه مزيان وكيدير السكام مزيان ولكن دفاعيا ناقص، عم تعوش عليه طاكلي لك الكره ولا يتليح لي ضربه براسه في السماء فهمتي، يعني دفاعيا ناقص وانا عارفين البوست ديال كاسو كيبغي لعاب يكون دفاعيا احسن من هجوميا مزيان، دونك كنفضل انا زكريا الدراوي يلعب كاكاسو ولا كنفضلوا انه العام الجاي ان شاء الله يولي يدخل كرون بلاسمون ديال شي 8 اللي هجوميا يعني يكون مزيان اللي كيشير البوطو يعني كيلعب كوراج في العمق، ذكر داو ما عندوش هاد الميزات لانه كان كيلعب كاسور مع بالوزداد، يعني انا كنفضل على انه ذكر الدراوي يلعب كاسور هاد الايام نشوفوا واش يعني ما لك تقدر تربح يعني لعام انت دابا حنا عارفين ان المشكله طاري مع جبران نقدر ما يجددش دونك تولي تستافد من الدراوي كاكاسو وانا بالنسبه لي يقدر ينجح يعني كاكاسو حيت اصلا كان هو كاسور وراه باينه من طريقه اللعب ديالو كيبين لك ان السيد بوز ديالو الاصلي اللي هو كاسور ما كانش غير يلعب كاسور العام جيت تولي تسد به اللعب كما كان كيدير الركراكي مع الداوي، دونك نتمنى الفكره ديالي تكون وصلاش، دونك انا البارح جمعت لكم اللقطات ديال زكريا الدراوي باش نبين لكم شوفوا زكريا الدراوي كاين اللي كيتفرج ما كيجريش مع بزاف ديال اللقطات يعني ما كيتفرجش مزيان، دونك انا جمعت لكم اللقطات ديال زكريا الدراوي البارح كامله ملي بدا الماتش تسال الماتش ونتفرجوا فيها كاملين ولا كان شي لقطه نقدروا نعاقبوا عليها راه غنهضر عليها، دونك نفس بعد يعني بعد ما بدا الماتش دار واحد الكره زوينه صراحه شن كيفاش مفتحش لي اللعب سرغيت لاحظتوني مفتحش لي اللعب يعني وسط لي شا طيح المدن وعطى كوره ني في اليمين اليسر يعني كيحرد تشيرين صراحة شن خرج يطلب كورة يعني ما كيتخباش كاين لاعب اللي كيتخباو من الكورة يعني ما كي يعني باغي يخرج اقل الاذرع يعني كل ما شد كورة كل ما كيكون الضغط عليه بالعكس انا كنحس بالدراوي كيخرج يقلب على كوره باغي يشد كوره بزاف باغي يبين لك على انه لاعب كبير كما كتشوف يعني في اي بوست درت لك تيران كامل كيدور وكيلعب ساهل يعني ما كيصعبهاش
بارح تقريبا ما ضاعش لي كره من رجلو، ما ضاعش كاع. والاخوان راه نفس النيفو في الماتشات كاملين، يعني انا كنعاود نتفرج في الماتشات نفس النيفو، غير هو البارح مع ربحنا. بغيت ندير لكم انا فيديو، بغيت نبين دوك الباجيات ديال المرقه اللي داروا الزكية الدعوي، باغين اي واحد يسدو بيه الثقبه، وباغين يبانوا زعما راه كينتاقدوا وراه خدامين. اللهم بارك. عم مشات لي كورة بقى تابعي يا خدتوش، نوحد كورة زوينة كيفاش كانوا باغين يلعبوها. هذه باينة خدموا عليها مع بن عسكر، بن عسكر الإخوان بان ليه شوية باغي يخدم مع الوداد، وكاينة حتى اللمسة ديال المدرب صراحة، يعني عنده ديك الكاريزما ديال المدرب. نتمنى ان الله ييسر لي، الله ييسر لها هي، لا خدم مع الوداد هاد الماتشات اللي بقاو يحاول يربحهم. نحاولوا لي مالنا ما جيناش حنا 30 جيو حنا 40، لان المركز الرابع يقدر يهلك الكاف، انه لحد الان ما كاين حتى مصدر مؤكد كيقول لك انه دوري افريقي كيلعب جي، دونك احسن حاجه تشاركها في الكاف ولا والو. اللهم الكاف ولا والو. نرجعوا لهاد اللقطه هادي، نشوفوا لي السرغيش كاسو شو كيفاش كيدخل على كورة. قلت لكم ديفونس ناقص، والدراوي حيده في بلاصتو، انا جايب لك كوفرة ماشي يعني غير حيد كورة. نعاود تاني وسط ثلاثة ديال اللعابة غيخرج بكورة. اش بارك الله يشحر تشيري البارح، ماشي البارح، ديما انا في الماتشات ديالو ديما. انا نتمنى، انا بغيت تذكري الدراوي يبقى، لانني مبغيناش نخسرو لعاب اللي كيتقاتل، لعاب اللي كيحط ريتو، لعاب اللي ماشي غشاش. داكشي علاش انا اي لاعب كيبان فيه التخلويض يقدر يوسخ ليكيب اول واحد يهضر علي. شي كامل صالح الوداد وصالح العام الجاي ان شاء الله نجمعوا حد لي فيه شي فلي كامل كتبان لك مزيانه اللي دخل تعول لي، ماشي واحد مريح في البونتوش شنو غيقدم الوداد الله اعلم، ولا داخل شنو كيدير الله اعلم، ولاعب في الوداد كون شي فرق اخر. الوداد خاصه 22، الا بغى يشد الالقاب خاصه 22 لاعب كامل اللي كاينين اللي مكونفوكين يكونوا مزيانين، اللي دخل يقدم الاضافه، اللي دخل باغي يتقاعد، اللي باغي يشد بلاصتو. وهذه رساله للباجاش، عرفوا الاخوان على ما نتهضروا، عرفوا على ما تنتقدوا، انه دابا جينا واحد المرحله اللي حساسه وخدنا خاصنا نخدموا فرق. فهمتي اللعاب اللي خاص يمشي وراه باينين، ومشي بزاف كاع، ماشي بزاف، راه كاينه واحد الربعه شي خمسه اللعابه بحال كاين شي لعاب مزيانين وكنشوفهم كيتنتقدوا بزاف، بحال الحشيمي. الحشيمي كيحرك الاطاعه، كيحرك الفرقه كامله، بحال ويدينغ. ويدينغ لعاب ديال البوك، خاصك لعاب، خاصك شي واحد اللي يكون ديال لافريك. ويدينغ تقدر ما تعوش عليه في لافريك، علاش؟ لان لافريك كتبغي لعاب اللي يخرج يقلب على كوره، اللي برجلي مزيان بالراس مزيان. ويدينغ انا كيجيني في البوط ولا كاس عاش مزيان، لعاب ديال البوكس خصوصا اللي كانوا اجنحه مزيانين، دونك كنفضل ويدينغ يبقى كارون بلاسمون. بحال الدراوي دابا اللي كتعود الايام كشرى ليه انتيقا، يعني كاينين بحال حركات لعاب اللي زوينين صراحه. كاين لعاب اللي خاص يمشيو راه باينين كما قلت لكم، وخدموا العقل فاش بغوت نتاخذوا شي واحد، حيت كاين النقد البناء وكاين النقد الهدام كما كنقولوا. دونك هذا ما كان العشرين، تحيه شي لكم.